إذا عن جد عم تحسبي اللي عم بتقوليه، يعني أنت مش لازم تتجوزي طارق. وشو النفع اللي عم حسه؟ ما كل اللي عم حسه وهم. وهم؟ وكيف تعرف إنه وهم؟ بعرف بعرف، بس اطلع بعيونك عم بيطلعوا فيه بكل جدية وقساوة. بعرف كل ما أسمع صوتك القاسي عم يحكيني، بعرف كل ما تطلع فيه وكأني بعدني لهلأ الرهين اللي خاطفها مقبيل فدية مالية. انت هيك شايفة؟ خلص أنا رح أتجوز طارق. عزمت الناس مرة تانية وحجزت الصالة للسهرة، يعني خلص كل شي صار جاهز. عمول معروف، ما بحمل هزة تاني. انت هي بتحبيه؟ انت بتحبيه؟